السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات. السلام على من يحب ربه ونبيه وهذا القرآن. اللهم إنا نحمدك على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن. أتمم علينا نعمتك وعافيتك في العلم والهداية والنور واليقين. اللهم آمين. في هذا النبأ من أنباء السماء نرجع إثباتا كيف يثبت الملك كله أن لا إله إلا الله، وكيف يبطل عن فرعون وعلى ما زعمه وادعاه فرعون بغير حق أن جعل نفسه ربا للعالمين من دون الله، فأرسل بها الله موسى بن عمران يبطل بها الباطل ويحق بها الحق، أن لا إله إلا الله رب العالمين. فكانت آية كبرى. يا عباد الله المؤمنين، اسمعوا، أن لا إله إلا الله هو الذي أطعم، وهو الذي أنعم، وهو الذي كسى، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنما نعرف ربنا بالنعمة التي أنعمها علينا. في سورة الأنفال ذكر لنا ربنا الملك العظيم الذي لا ينبغي الملك إلا له، ذكر لنا من سورة الأنفال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن نحن آمنا وشكرنا زادنا، كما قال في سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الآية نقرأها مجزوءة مقطوعة في محلنا وبيوتنا، لئن شكرتم لأزيدنكم، كان الأحرى والأولى بمن خطها أن يضيف وأن يتمها ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الذي جرى مع فرعون بآية موسى وما كان معه من الآية الكبرى. الآية الكبرى كما سقنا في الأنباء الخالية كانت ليثبت الملك لله رب العالمين ويبطل عن فرعون الذي ادعى ذلك كذبا وزورا. وصلنا عند قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، فالتزم يا عبد الله كلمة الله، قال شيء مبين، لا تقل خارقة، لا تقل معجزة، لست أعلم من الله ولست أعلم من رسول الله ولا من خليفة رسول الله ولا من أميرنا الصالح عمر ولا من ذي النورين عثمان، ولا نعلم أحدا أعلم من هؤلاء. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا كله بمجموعه الآية الكبرى. في سورة طه بدأت هكذا. قبل أن نقرأ طه أذكرها من سورة القصص، قال وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى لا تخف إنك من الآمنين، اسمعوا الأمن والطعام، لا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون
وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذانك برهانان، لا تقل معجزات، إما آية أو بينة أو برهان، ليس أحد أعلم من الله ولا من نبي الله عليه الصلاة والسلام. من سورة طه قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ وقلنا في النبأ الفائت بيمينك، ما قال بيدك، إذ اليمين لليد القوية والملك، واليد في الكتاب آية الملك وعلامة الملك، كما الوجه آية الكرامة والجلال هكذا. إنما نثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل، ما قاله نقوله، ما أثبته نثبته، ما نفاه ننفيه، ما لم يقله لا نقوله. تبارك ربنا الملك. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. استمع حتى تعرف ما العصا. أتوكأ عليها. الآن السائل الله يعلم الجواب قبل أن يكون، والمسؤول موسى يعلم، فتلى الله علينا الآيات لنتعلمها نحن. فسأل العالم الرب المسؤول الذي يعلم ما في يده ليتعلم السامع أنا وأنت. قال: عصايا أتوكأ عليها. التوكؤ للاستقرار، أنت تتكئ لتطمئن وتستقر. أكثر الاتكاء في القرآن لأهل الجنة متكئين فيها على الأرائك. كثيرا ما تقرأ الاتكاء، لا يكون الاتكاء إلا لمطمئن مستقر، الخائف لا يتكئ. قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. الهش ليس كما يظن كثير من الناس أن تنعق عليها بصوتك، إنما الهش أن تضرب أغصان الشجر ليتحات ورقها فيأكل وتأكل الغنم. فإذا ضربت أغصان الشجر فتساقط ورقها، هذا هش أو هس، كلاهما صحيح في لسان العرب. فالعصا للاستقرار والأمان ولتطعم بها رعيتك، ولي فيها مآرب أخرى. هذه هي العصا. نقدم هذا لنعلم كيف يثبت الله أن له الملك الكامل، وكيف ينفي أن ليس لفرعون من هذا شيء، كما قال من سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذا ربنا الواحد الأحد، لا إله إلا هو. أرسل بالعصا. العصا في لسان العرب من عصوة، أصلها من عصوة، وأصل العصو القبض والشد بيد واحدة، كما تقول العامة عص عليه. فأصل العص أن تجمع بقوة، بقبضة، بيد على شيء. قد يعين هذا لتعلم أن الرب الحكيم اختار أن تكون الآية الكبرى بين عصا ويد، لما لم تكن بين عصا وصوت، أو عصا وسيف، أو عصا ونعل؟ كانت عصا ويد، والعصو القبض والشد على الشيء. الآن اسأل نفسك، لما كانت يد؟ ما العلاقة بين العصا واليد؟ وراها مباشرة قال الله في سورة طه: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لما اختار يدا وعصا؟ هل ثمة علاقة بين العصا واليد؟ نعم، أي نعم، لأن العصا يقبض ويعص عليها باليد القابضة،
فما بين العصا وما بين اليد علاقة الملك كله. بهذا أرسل ربنا الملك إلى الملك الكذاب في الأرض فرعون الذي علا على العالمين ليعلمه موسى ألست لنا برب ولست لنا بإله، إنما إلهكم الله الذي وسع كل شيء علما. وما كانت بحال أبدا العصا تخريقا ولا تعجيزا كما شاع وفاض في الكتب. كتاب محمد عليه الصلاة والسلام الذي اكتفى به الفاروق والصديق خير من كل الكتب. لا تعاجل على كتاب الله كتابا، ولا تقدم بين يدي الله ولا رسوله كلاما، ذلك الدين كله. الآن ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. العصا كانت مع راع، والدين كله في المرعى، ما من نبي إلا رعى الغنم. قبل أن يرسل الله موسى إلى فرعون أخذه في سبيل مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تدفعان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. فالماء والمرعى والرعاية أول العلم الواجب على موسى وعلى كل النبيين ليعلموا أن لا رب إلا الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إن هذا في آخر السورة، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فعندنا العصا من عصوة، وهو الشد والقبض بقوة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ فكما يملك الله ويقبض ملكه بيده لا إله إلا هو، وله سلطانه على العالمين بغير منازع ولا شريك، حتى إذا نازع فرعون نزع الله ملك فرعون. ألا نتلو سورة النازعات؟ فيها قال الله فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لكل ملوك الأرض، إن في ذلك لعبرة لكل سلاطين الأرض، الولايات المتحدة وغيرها، وعلى كل من ظلم وتجبر وعلى وطغى في الأرض. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها، استمع، ماءها ومرعاها. الماء والمرعى والرب الأعلى الذي أخرج المرعى، فإذا نازعه أحد بملكه فله العصا، وتنزع منه النعمة وينزع منه الملك، كما جرى مع فرعون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال أولو جئتك بشيء مبين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. العصا كما قلنا من العصو والشدة والقبض. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال لا ترفع عصاك عن بنيك تأدبا وأخفهم في الله. قبل أن ندخل فيها اعلم
أن الذي قال إن العصا واليد كانت خوارق وتبديلا للسنن وما سموه من المعجزات، وقلنا إن هذا لم يرد عند نبينا الأمي فلا حاجة لنا به أبدا. نقول إن ما يبطل هذا كله أن الله قال في الإسراء: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فإن لم يأتونا بتخويف من الآية فتأويلهم باطل. فأن أول اليد بيضاء أنها خرجت تشع وتنير، أين الخوف في هذا؟ بل هذا مدعاة للفرح والضحك. أن قالوا إن نورها وشعاعها غلب الشمس، هذا كله تجميل وتزيين. إنما قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. موسى أول ما رأى خاف، قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الخوف لفرعون: أنت من الآمنين. فمن أولها بغير تخويف فلم يصب أبدا، اليد والعصا. فعندنا حديث النبي الصحيح: هكذا يؤول القرآن، بالقرآن أو بالحديث. أن تأتونا بالإسرائيليات أو بما لا سند لنا به من عند نبينا فلا نعرفه من دينه ولا نريد أن نعرفه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترفع عصاك عن بنيك تأدبا وأخفهم في الله. أنت عند بنيك كما في الله في الثابت تقوم مقام الرب رعاية وطعاما وتأمينا، أنت رب البيت. بما لك من الربوبية على البيت لا ترفع عصاك عن بنيك تأدبا، يعني أبقي العصا حاضرة. وفي بعض شواهد الحديث: أبقها حيث يرونها البنين الذين عليهم لك حق الطاعة والخضوع، وأخفهم في الله. فالعصا للملك والسلطان، ولا يقبض عليها إلا الملك السلطان، كما يمسكها الراعي عند رعيته من الغنم فتراها الغنم فيعلمون أن هذا رب المرعى وهذه عصاه. في الحديث الصحيح الآخر قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع، انتبه جميع، هذه تشبه الجمع والقبض والعصو. من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد، استمع، يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. فإذا كان لنا سلطان أو ملك نجتمع جميعا عصوا عليه واحدا، فجاء من يشق ويشرك هذا الملك فيقتل بما للعصا من الجمع والتوحيد. فلنا رب واحد وله ملك واحد لا يعصى ولا يشق ملكه ولا يشارك في ملكه. ما فعله فرعون كان شقا ومشاركة بغير حق، فيرسل بالآية الكبرى: عصى الرب الملك الحق إلى الملك الكذاب في الأرض، أن أجب ربك أو أطع أو أخرج من أرض الله مذموما مدحورا. فأول ما رآها فرعون ما قال: هذه معجزات وخوارق، ولا قال ولا قال، بل قال: يريد أن يخرجكم من أرضكم. فصدق فيما علم. فقال الله: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. العصا للمرعى وللرب الذي أخرج المرعى، فلا تجعلونها لا سركا ولا منظرة ولا رياء من هذا. كانت آية عظيمة كبرى، يخاف من رآها فيعلم أن لا إله إلا الله. علم فرعون وجهلنا نحن، أدرك فرعون وغفلنا نحن، ذلك أننا نقرأ غير القرآن. فكانت عصا
وكما قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع. الآن لما اختار العليم الحكيم أن تصير العصا ثعبانا، لا رجلا ولا أسد ولا خيلا ولا إبل، لما صارت ثعبان؟ لما اختار ثعبان؟ من الآن تعلم أن القرآن كله كلمة، فإذا علمت كيف تجمع الكلمة تعرف كيف يقرأ القرآن. قلنا العصا من عصوة، ولا تكون إلا مع الراعي، والعصا آية وعلامة للسيادة والسلطان. الآن ارجعوا إلى كل ما يصور لكم من تاريخ الفراعنة، تجدونهم كما قلنا في النبأ الفائت على رأسه ثعبان ويمسك على صدره ضما عصا، كما قال الله لموسى: اضمم يدك إلى جناحك، ويضم عصاه إلى صدره. هذا هو الفرعون. فكان هذا كله واضح لمن قرأ الكتاب القرآن. لما اختار الله ثعبانا؟ العصا والثعبان على مقام فرعون، على وجهه وعلى صدره. لما اختار ثعبانا؟ تخيل أخي السامع وأختي السامعة، لو أن العصا صارت أسدا أو 100 طير أو 100 خيل لكان أوقع وأبلغ، لو كان كما قالوا خوارق ومعجزات، ولكن اختار أن تصير ثعبانا. والغريب أن الثعبان للأعشى الذي لا يكاد يرى يظن أن العصا ثعبانا أو حي أو حبلة. ألا تقول العامة أن المقروص الملدوغ يخاف من جرة الحبل، لأن الحبل والعصا يشتبهان تماما، والعصا تشبه الثعبان لو أنه تجمد. فلما اختار الله شيئا يشبه العصا؟ لما لم يختار كما قلنا إبلا أو خيلا تجري أمام الناس؟ لكان أوقع أثرا في الناس. ولكنه الحكيم العليم، ونحن الذين نحب التهاويل والتخريق والتعجيز، والله ما أنزل من هذا شيئا أبدا. الآن الثعبان، كما قلنا العصا من عصوة، الثعبان من ثعبة. انتبه أخي أن الله عندما أراها لموسى كان يريه حية، حياة. مجرد أن تقول حية هذه أهون بكثير من أن تقول ثعبان. الألف والنون في ثعبان للامتلاء والكثرة، الحية من الحياة، الثعب من الانفجار والسيولة والخروج، من الانفجار والخروج والتحرك، كما يقولون ثعب جسمه دما، أي يخرج وينفجر دما، بعدما كان دمه يجري مضبوطا في عروقه الآن ينشق ويخرج من محله، هذا هو الثعب. فإذا كانت العصا تصير ثعبانا، والثعب هو الخروج والانفجار والتحرك والسيل، ويقال الثعب كذلك للماء. الآن انتبه، عصا تصير ثعبانا، والثعب الخروج والانفجار. لما صارت ثعبانا؟ انتبه، قال موسى: عصاي أتوكأ عليها، رآها تهتز. فبعدما تصير آية الاستقرار وآلة الاستقرار تهتز، هذه آية الملك، بعدما كان ملكك مستقرا يهتز الآن وينتقل انفجارا وخروجا وسيلانا، بعدما كان ثابتا آمنا، لأن فرعون عصا أرسل الله الرب الملك له بآية السلطان، العصا صارت ثعبانا. قرأها فرعون فأدركها، قرأها من بعد فرعون فغفل عنها. ارجعوا إلى الكتاب، اقرأوا القرآن في النبأ المقبل بإذن الله، نتلو ما بقي ونذكر ما بقي من الآية الكبرى لنعرف كيف يعرف الله، فنخافه ونخشاه فلا نعصيه. لا إله إلا هو. ربنا اغفر لنا ولمن سمع. آمين آمين.